السلام عليكم ورحمة الله. سامسونج S8 بلس في مشكلة في السبيكر، جربنا أكثر من سبيكر ونفس المشكلة. هذا هو الجهاز، جبنا أكثر من سبيكر وركبنا أكثر من سبيكر نفس المشكلة. حطينا الجهاز على الميكروسكوب، طبعا هنا لازم يكون في معنا ملف، هذا لازم يكون في ملف زي هذا الملف. ممانعات هاي 1000 وهاي 400، لازم تكون الاثنين 450 450. فهنا في ملف راح نعوضه في بورد ثانية، يعني نجي على هاي البورد على بورد ثاني. هذا هو هناخد وين هو، بس نشوف الملفين. ايوه هذا هو الملف، هناخد الملف من هاي البورد ونركبه في الاس 8 بلس ونجرب نشوف الصوت حيرجع معنا ولا لا. هذا هو هنركبه في هذا الملف في هذا المكان. الملف ركبنا، عوضنا الملف الجديد، تمام. هذا هو، هذا الملف الجديد. راح نشغل الجهاز ونشوف الممانعة رجعت 400 400، كان اللي تحت 400 واللي فوق 700. هذا الملف، تمام. راح نركب السبيكر مكانه، هذا السبيكر. نحط بس مسمارين للتثبيت. هذا هو الجهاز، هنيجي على أصوات. هذا الجهاز استخدم، إذا دخلنا على الصوت بشرا سويت. S8 بلس كان في مشكلة في السبيكر وحلينا المشكلة مع بعض. تحياتي للجميع، أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.